قلتوا لي رونالدو انتهى، ما لحكيتوا لي رونالدو يروح. يا فانيلا رقم سبعة، السبعة الملكية تصنع الربيع. سيحدث الآباء أولادهم عن سفاح اسمه رونالدو، المجرم الذي هرب من العدالة ومن القضاء، لأنه في كرة القدم في الملاعب الخضراء مسموح بأن تكون سفاح. بيسكو هجمة مدريدية أولى خطيرة والهدف الأول، 1-0 كريستيانو رونالدو، 1-0 كريستيانو رونالدو. رونالدو يسجل من جديد في مرمى جيجي بوفون، جاك اللي ما يرحمش يا بوفون. الشبح كريستيانو بسرعة الصوت ودقة الصاروخ يضرب مرمى الطليان من جديد، 1-0 للبلانكو ريال. هذا مهاجم لا يخلق في كل جيل، هذا لاعب لا يصنع في كل فريق، هذا نجم ستفتشون عنه سنوات وسنوات، أجيال وأجيال، من أجل أن تستفيدوا يا المدريدية بهداف بومبر مثل كريستيانو رونالدو. الآن مطالبين بالاعتذار لنجم كثيرا ما أسعد المدريدية. يا كريستيانو يا كبير، يا كريستيانو، يا رونالدو، هدف اسطوري، هدف انطولوجي، هدف للتاريخ، يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، يا كاتب التاريخ عنوان الورقات، رونالدو اولا، رونالدو ثانيا، يا معقدهم العب يلا، يا اسطوري يلا، يا انطولوجي يلا، يا معذبهم يلا، يا دنيا دور يلا، هداف التاريخ، سفاح التاريخ، كريستيانو رونالدو عالمية، كريستيانو أكبر مجرم في تاريخ كرة القدم. صاروخ ماديرا، كبير فونشال، أسطورة العالم. كريستيانو رونالدو سجل هدف سيبقى في ذاكرة الأبطال. لا هذه قتلهم اسكتوا، الهدف هذا سكت الجميع. الهدف الثاني يدرس، الهدف الثاني سيحكى عنه، الهدف الثاني دخل خانة التاريخ، الهدف الثاني سيبقى في الأرشيف.